السلام عليكم لي زامين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فلوق جديد. اليوم نط في الصباح، غسلت وجهي وابخي غسلت فمي، من موها فطات ومشيت لاصال. Après une bonne séance de l'entraînement, قررت انني ننزل نتسولاجا في لابيسين. بعد ما ترينيت وهبطت لابيسين، طلعت دوشت وتوجهت للدار. نتمنى الفلوق يكون عجبكم، ما تنساوش ديروا لايك شير وكومنت باش يجيكم الجديد.